إذا موضوع أيضا مهم، حتى الأطفال الصغار ربما يعانيوا من مشكل الطاقة السلبية. يمكن لشخص صغير طفل أن تكون عنده طاقة سلبية وينقلها لأشخاص آخرين؟ يمكن إذا كان هذا الطفل عنده اضطرابات نفسية في وجهة ما مثلا، لكن إذا كان طفل سليم وعاش في نشأة سليمة وكان عنده يعني حال يعني شخصية نفسية سليمة، ما مستحيل تكون عنده طاقة سلبية. وباش يكتسبوا طاقة إيجابية في الامتحانات، لأنه كامل الأطفال يخافوا من الامتحانات وتكون عندهم هذيك ربما بعض المصطلحات يوظفوهم يخليهم يفقدوا العزيمة، صح؟ صح. هذا راجع إلى كاين سبب لازم نسلط الضوء عليه. السبب الرئيسي ماشي الاطفال اللي خايفين من شهاده التعليم المتوسط او شهاده البكالوريا، او هما ماشي هو السبب. السبب هما الاهل للاسف الشديد، بمعنى ان الاهل يضخموا بزاف الامور على اولادهم. الاهل يعملوا بزاف مقارنات، يعني بمقارنات يقارنوا الطفل تاعهم بأطفال اخرين. شوف فلان دا الباص وانت مشكي، شوف هذاك راه يقرا وانت راك تلعب، شوف لا هذا. وبزاف اولياء للاسف يحملوا ابنائهم مسؤوليه تحقيق نتيجه وليس بذل العنايه. المفروض يخليوه يبذل العنايه، النتيجه يخليها اخر شيء. يخليها اخر شيء. وكاين حاجه مهمه لازم نبثوها في ولادنا، هي تبسيط الامر ليهم، تبسيط اي امر رايحين يقوموا به، ماشي غير في الامتحانات. او بمعنى انه لازم نقولوا لاولادنا انه امتحان كساري الامتحانات اللي فاتت، انه حاجه يعني امتحان عادي ويمكن يكون اسهل من الامتحانات اللي فاتت. يمكن تمريت على فتره ولاد يعني دخلت في درت امتحان وكان صعيب، اصعب من شهاده وانت تقدر لها. وانت تقدر لها. كاين بزاف اللي يقولوا انت تاع الباك، انت تاع باك انت يا هنا تهد العزيمه. هذه الكلمات يحطموا الطفل تاعنا ويقللوا من شانه. اذا نتمنى من الاولياء كامل اللي يشاهدوا فينا لازم يستعملوا المصطلحات والكلمات اللي تعطي نفس ودفعة لأبنائهم، ونخليوا الأبناء إذا كان شافوا أشخاص اللي يحطم معنوياتهم تفاداوهم حتى كيتجوزوا لشهادة البكالوريا إن شاء الله ولا باقي المسابقات والامتحانات. شكرا لك أستاذة.